شكرا رفيق كريم تاج، نيابة عن عضوات وأعضاء المكتب السياسي. نهار السبت الماضي الاجتماع ديال اللجنة المركزية ديال الحزب، وفي دورته التاسعة كان اجتماع مهم لأن أعطينا فيه الانطلاقة للتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وقررنا أننا نعقدوا هذا المؤتمر في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وفي الأجل القانونية مع شوية ديال التأخر لأنه الكوفيد والانتخابات جعلت أننا ما عقدناش في شهر مايو اللي داز، نعقدوه في منتصف شهر نوفمبر. وبالطبع كانت مناسبة كذلك هذه اللجنة المركزية باش نصادقوا على تقرير سياسي، تقرير سياسي فيه تحليل ديال الأوضاع الدولية، الجائحة والأثر ديالها، الحرب أوكرانيا، الوضع ديال المغرب اليوم والمكتسبات اللي حققها في علاقته مع واحد العدد ديال الدول، تطورت القضية الوطنية، التعنت ديال الجزائر واستمرارها في هذا الأعمال الرعناء اللي كتقوم بها، المتانة ديال الجبهة الداخلية اللي خصها تقوى على مستويات مختلفة. بالطبع عالجنا كذلك الحكومة في هذا التقرير ما لا تقوم به، ماشي ما تقوم به، لأنها مع الأسف كنعتوها بحكومة ضعيفة، ما كتعالجش هذا الموضوع ديال ارتفاع الأسعار، ما كتعالجش هذا الشيء ديال الوضعية الاجتماعية المتردية. اليوم الفئات الشعبية المختلفة تئن، المقاولة المغربية كذلك في قطاعات مختلفة، ونلاحظ أن هذه الحكومة اللي كتنعت راسها أنها حكومة قوية سياسيا ومتجانسة وعندها أغلبية، مع الأسف هادشي ما فايد في والو، الجميع اليوم يقول بأنها حكومة ضعيفة، إجراءاتها ناقصة، ما كتحاربش أي هذا الارتفاع، تضارب المصالح، السكوت أمام الأرباح الخيالية اللي كتشكلها واحد العدد ديال الشركات النفطية، عدم بلورة الوعود الانتخابية ديالها ديال دخل حد أدنى للفئات المستضعفة، التقاعد، الارتفاع الأجور ديال عدد من الفئات، بمعنى أنه لسنا أمامه حكومة اللي حقيقة ملأ الساحة وقادرة أنها تبلور هذا النموذج التنموي اللي جعلوا منه مرجعية، ولا هذه الدولة الاجتماعية اللي اعتمدوها كشعار. وإحنا طبعا نمارس معارضة قوية في حزب التقدم الاشتراكية، قوية لكنها مسؤولة ووطنية وديمقراطية، ونسعى إلى بلورة كذلك واحد البديل يتجسد في المجتمع، نعود نحركوا القوى ديال اليسار لكن كذلك من خارج الجدران الداخلية ديال الأحزاب ديال اليسار، نمشيو عند الحركة الاجتماعية المجسدة في الحركة الحقوقية، في الحركة النسائية التي تناضل من أجل المساواة، في الحركة المناهضة لارتفاع الأسعار، في الناس اللي كيناضلوا من أجل تحسين الأوضاع ديال العالم القروي، في من يناضل من أجل توسيع الحريات الفردية والجماعية، في عدد من الجمعيات والإطارات تناضل كما نفعلوا الآن في جبهة للدفاع عن لاسامير ولإعادة استئناف العمل ديال لاسامير. يعني نريد أن تكون لنا مبادرة خاصة ودور محوري في تحريك هذه الحركة الاجتماعية باش نبلورو بديل ديمقراطي تقدمي. في ذات الوقت نريد أننا نضمن هذه الندوة باش نتكلموا على المراحل المختلفة ديال المؤتمر اللي غنعتبروا كنتمناو أنه يكون حدث في هذا الاتجاه هذا اللي ذكرت. أخيرا نضمن هذه الندوة لأنه لما اجتمعنا نهار السبت هجموا علينا عدد من الناس اللي لا علاقة لهم بالحزب، مأجورين مخلصين، جابوهم واحد الربعة ولا خمسة العناصر مطرودة لأسباب أخلاقية، حاولوا يقتحموا المقر، يهجموا عليه، يهجموا على الحرمة ديال الحزب. وما أسف عدد من وسائل الإعلام اهتمت فقط بهذا الأمر ولم تهتم بعمق ما نحن بصدده، وهذا الشيء اللي قلت لكم اللي عاد قلت لكم الآن. فلذلك درنا هذه الندوة باش نبينوا شكون هما هادو، باش نقولوا بانهم استعملوا اساليب اللي محظوره من قانونا، واننا غنتبعوهم قضائيا لان عندنا الصور، عندنا تسجيلات الداله على انهم منعوا مسؤولين ومسؤولات ديال الحزب ورفاق باش يولجوا المقر بالعنف، بالاساليب ديال العنف، ما جاوبناهمش بالعنف، ما لجأناش للامن، ولكن غنلجؤوا للقضاء دفاعا عن هذا الحزب، عن حرمته، عن مقره،
وفي نفس الوقت يمكن نقول لكم بأنما هاد الناس لا علاقة لهم أبدا لا بتصور ولا بموقف ولا شيء بديل، فقط يريدون أن ذاتهم هما كما قالوا في واحد الخزعبيلات كتبوها بأنهم خصنا ندبروا المسارات الشخصية ديالهم، ولا ما دبرناش المسارات الشخصية ديالهم يجيبوا لنا البلطجية والناس المأجورين باش يحاولوا يهرسوا حزب التقدم الاشتراكية، وحزب التقدم الاشتراكية قادر على أن يدافع عن ذاته وعن نفسه.